دكتور فؤاد أهلا وسهلا بك. مباشرة الاتحاد الليبي لكرة السلة كان من الاتحادات التي يضرب بها المثل في التنظيم وفي استمرار نشاطاته، صابتكم عين ولا أجبرتوا على ذلك؟ نعطيك المساحة وأشرح لنا شن صار. هاي طبعا زي ما قلت عين صابتنا كرة السلة، طبعا تمر بمشكلة، الأندية كلها تعاني من قصة الدعم. الدعم اللي الوزارة توزع فيها للأندية كلها، الناس كلها عارفة أنه يمشي لكرة القدم فقط، ما فيش حاس يعني في حق الألعاب كلها مش غير كرة السلة. الجمعية العمومية آخر جمعية عمومية تطرق بالجمعية العمومية لموضوع الدعم، والأندية أصدرت بيان إن هي مش هتلعب الموسم هذا إلا في حال يكون في دعم. طبعا أنت عارف إن كرة السلة السنوات الماضية هذه ماشية كويس يعني، والرتم في الارتفاع تصاعدي، والحمد لله احنا تو نهنوا الاهلي بنغازي بالمرحله اللي وصل لها في مسابقه البال، وهذا شيء يخصب لكره السله الليبيه يعني. طيب دكتور نبي نسال قبل كل شيء، اوكي الانديه اصدرت بيان وانتم بناء على هذا البيان وبناء على قرار الجمعيه العموميه وقفتوا النشاط، في من يقول الان علاش الايقاف جاء في هذه المرحله وقبل بدايه الموسم؟ هل هو وسيله للضغط زي اللي يديروا فيها غالبية الأندية في كرة القدم سابقا، الآن هذا الداء أصبح عليه في كرة السلة؟ لا والله مش هيك، لا باش نكونوا واضحين يعني، احنا حتى في الجمعية الأممية راهو احنا ضغطنا على الأندية، وممكن الناس تو تسمع فيا من دبي الأندية، وقلنا لهم احنا راهو الدعم يصرف للأندية، وهي مش مشكلتي كاتحاد كرة السلة في انه الدعم إدارة الأندية تصرف فيه بالكامل لكرة القدم، هذا مش موضوعي. المفروض ان مواضيعكم هذه تحلوها مع إدارة الأندية، لأن في دعم يصرف من وزارة الرياضة على طول الموسم ولا على طول المواسم السابقة كلها على الأندية نتاعنا. فقلت لهم أنا راهو احنا تشكو في المنتخب مقبل على تصفيات أفريقية ومن بعدها نهائيات، وفي نفس الوقت عندي بطولة العربية في نهاية شهر 12، فمش محتاجين ان احنا نوقفوا باش نشدوا عجلة التقدم هذه اللي احنا ماشيين فيها، فالمفروض ان احنا ما يكونش ردة فعلنا ان احنا نوقفوا. طيب هذا رايكم انتم كرب في اللعب، نبدو في اللعب وطالبوا. نتفاجأ ان الاسبوع هذا الأندية المنطقة الشرقية دايرين مذكره، والكل يوقع ويختم انه هو موقف النشاط. فلما حاولنا نتواصلوا مع كذا نادي فوجئت بان قال لك احنا مندوبي كره الطائره استلموا مبالغ من الوزاره للدعم. ايش معنى احنا كره السله يعني؟ هو انا حطيت في زاويه ضيقه يعني، انت اذا كان ما كانش فيه دعم لكره الطائره بالتخصيص يعني لانديه كره الطائره بالتخصيص، راه كانت المشكله مش حتكون كبيره بالشكل هذا يعني، كنا نقدر نضغط على الانديه ونقولوا لا انت النادي ياخذ في دعم، واحنا المفروض نستمروا في اللعب، وطالبوا اداره انديتكم ولا الوزاره كيف يكون يتبوا بالدعم، كيف يتم توزيعها بالتساوي على بقيه الالعاب بالنسب هذه، بعدين انت طالب. لكن لما نحط في زاويه حرجه ونلقى ان مندوبيه الطائره تسلموا صكوكهم، وان المندوبي كرة السلة قال لك احنا زينا زي بقية الالعاب حتى احنا نبو دعم، لان انت تعرف كرة السلة احنا نلعبوا في 6 فئات، ويوصل في الموسم ما بين الفئات كلها، نلعب احنا الموسم اللي فات لعبنا 600 مباراة للفئات كلها، فيحتاج لفرص ويحتاج. طيب يا دكتور مع من تواصلتم انتم بخصوص هذا الموضوع على مستوى الدولة وزارة الرياضة، وما الحلول التي ترونها مناسبة على الاقل لعودة النشاط وانطلاق الدوري امتى تشوفوه؟ والله للأمانة يعني بالنسبة للجمعية العمومية وزارة الرياضة عندها علم بالإسعاف الجمعية العمومية، وحاولنا أن نتواصل معهم، ووصلنا حتى حولنا يعني محضر الاجتماع والبيان حولناه للوزارة، وقصة الأختام هذه اللي دور المذكرة الاعتراض على بداية الموسم، عند اللحظة هذه أنا ما تواصلتش مع أحد في وزارة الرياضة، بس في من وسط هم الأندية نفسهم، لان انا ما نكذبش عليك الانديه هي توا
المسؤوليه كامله في اتحاد كره السله، وانا اتحاد كره السله ما نملكش اللي نعطي دعم للانديه، فقعدنا ما بين الوزاره وما بين الانديه يعني قلنا لهم احنا الموضوع هذا انتم انديتكم تتواصل مع الوزاره اكثر من احنا، بروا حلوا مشكلتكم مع الوزاره يعني. طيب ان شاء الله في هيك شويه تواصلات في اتصالات على اساس انه ان شاء الله نحل المشكله هذه ان شاء الله، بما انه في بوادر كنا امل الوزاره ان هي مش حتقصر في حق الانديه، لان ما نكذبش عليك احنا الوزاره راهو كمنتخب يعني كاتحاد واقفه معنا مش مقصره يعني. طيب حنسالك ايام في تونس. طيب دكتور حنسالك على المنتخب، هذا الموضوع ماهوش مؤثر على المنتخب ايه او لا؟ والله نقول لك انا باش يكونوا واضحين، ممكن انا مره نقول لك لا ما هو ما طلعش في فات انا بنزيد اسبوع لو ما درتش حل الوزاره مع الانديه انا حنجمع المنتخب من اول جديد، لان انا عندي نهايه الشهر زي ما قلت لك بطوله عربيه، ما ينفعش اننا نخلوا احنا حلينا المنتخب ورجعنا للانديه باعتبار ان عندنا ثلاث اسابيع المفروض وان هم يخشوا في رتم المباريات يعني يلعبوا ثلاث اسابيع بالضبط وبعدين يتم تجميع المنتخب من اول جديد ان شاء الله في معسكر خارجي. إذا كان الأندية لا زال مصممة أن هي مش حتبدا الدوري، راه احنا حنجمع المنتخب من أول وجديد ونشتغلوا على النهائيات اللي هي البطولة العربية اللي هي في نهاية شهر 12 إن شاء الله. طيب دكتور نختم معك بهذا السؤال، استعداد الاتحاد الليبي لكرة السلة لانطلاق الموسم، أمتى حيكون الموعد الجديد لو صارت حلول؟ قلت لك الاستعداد بالنسبة للاتحاد الليبي لكرة السلة لانطلاق الموسم من جديد، امتى حيكون الانطلاق لو صار حلول في هذا الامر؟ والله احنا مستعدين في اي وقت، بمجرد ما الانديه تقول احنا خلاص توافقنا مع الوزاره ونحلت مشاكلنا احنا مستعدين نبدا من بكره، ما عندنا اي مشكله، البرنامج بتاعنا جاهزه وواتين وما فيش اي مشكله، ممكن لو تاخرنا شويه حيكون في تعديل شويه في موضوع الدوري انه ممكن من تومان ينتقل لسداسي باش احنا ما نخشوش في نهايات النهايات بتاعنا تخش في فصل الصيف ويصير فيه ضغط على اللاعبين ويطول الموسم وغيره، الباقي احنا الرزنامه بتاعنا جاهزه وما فيش اي مشكله يعني، بمجرد ما تحل المشكله احنا ان شاء الله. طيب كل التوفيق لكم دكتور فؤاد برغش، وان شاء الله تحل هذه الامور سريعا وتعود عجله كره السله الليبية للدوران مجددا، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني في استعداداته للبطولة العربية القادمة. شكرا جزيلا لك. ايضا نختم ملف حلقاتنا اليوم. كيف معناها هيك معناها كل لعبة تاخذ دعم ولا كيف؟ والله بيكون لا كل فريق يلعب بروحه. والله قال لك اعطوا السلة يا عادل تقدر تعطر اعطوا الطايرة، قال لك فلوس مخصصة. من اعطيتهم شوي بشوي؟ الوزارة من اعطيتهم؟ اعطت للاندية اللي عندها برافو. اللي مشاركة في الطايرة شوي يا عبد الرزاق بشوي. انا وزارة اعطت لي نادي. ايه اصرف على القدم والطائره والسله والجودو والعاب القوه، مش معقوله كل لعبه بنعطيها بروحها. هذه بصراحه غلط، ما صارتش في العاده. لا في عاده، في بند في الوزاره يقول ان الفلوس هذا يمشي موجه للعبه معينه. اذا معلش نسموه انديه، نسموه نادي الوزاره، بدل ما تصرف عليه الوزاره. براعه مش بالها واسط قدم يد طله سله طائره دراجات. لا بابا انا اعطيتك الدعم انت كرئيس نادي، ما تدينيش حتى وش بدي لك رئيس النادي. بيجي دور بيجي الوزاره اعطيني دعم السله، بيقول لي هيك اعطيني دعم القدم، اعطيني دعم الطايره، اعطيني شنو معناه وبنمشوا احنا هيك. مش معقوله يا عبد الرزاق، راوي حتى يعطوهم دعم السله حيصرفوهم على القدم. تعطيهم دعم الطايره حيصرفوهم على القدم. المهم تنطلق يا عادل، خلي يصرفوه ما يصرفوا، المهم يوافقوا عبد الرزاق. انا كوزاره اعطيتك دعم او كحكومه، اخذوه من الحكومه من السيد عبد الحميد دبيبه اعطاهم، واخذوه من الوزاره من السيد عبد الشفيع الجوافي واعطاهم 4 مليون. وفي خداب علاقات خاصه من شركات خاصه ومازال يبحث على الطائرة. اعطي فرصه لرمزي، هاي اعطي فرصه لرمزي باش نختم. هاي رمزي تو الاربع سنين فاتوا ولا الخمس سنين فاتوا من يدعم فيه مثل من الانديه تو الانديه تصرف على فرقها وخلاص، وهذا هو الصح. هو معناه انتم تو توجهوا الاتحاد الليبي كره السله انه ما لناش علاقه بالطائره واعلن بالدوري واللي بيلعب يلعب. هذا الصح. المفروض ذكي عبدي، المفروض ذكي عبدي. مش معقول كل لعبه بنعطيها فلوسها بروحها.